شارك سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية في منافسات بطولة بحرين بوست للسباحة في المياه المفتوحة والتي أقيمت منافساتها في خليج البحرين. وحظيت البطولة التي أقيمت لمسافة 1900 متر بمشاركة كبيرة وواسعة من قبل نخبة من المتسابقين المشاركين في بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي التي ستنظمها المملكة في 25 من نوفمبر الجاري وفريق البحرين للترايثلون، بالإضافة إلى عدد كبير من محبي رياضة السباحة في المملكة. وتعتبر مسافة البطولة هي ذاتها المسافة التي سيقطعها المتسابقون في بطولة الشرق الأوسط، الأمر الذي شكل فرصة تدريبية حقيقية من أجل التعرف على استعدادات المشاركين قبل انطلاق البطولة. وأكد سمو الشيخ ناصر على أهمية المشاركة في بطولة الرجل الحديدي المقرر إقامتها في البحرين والتي سيشارك فيها عدد كبير من نخبة النجوم البارزين في هذه الرياضة، مشيرا إلى أن التواجد في مثل هذه المحافل الدولية يحقق العديد من المكاسب الفنية ويرفع من الخبرة والإمكانية، بالإضافة إلى كونها فرصة نحو تحقيق العديد من النجاحات المتواصلة وتكملة للمشوار الرياضي في هذه اللعبة. وقال سموه إن بطولة الرجل الحديدي تعد فرصة كبيرة لإظهار الإمكانيات الفنية باعتبارها الأقوى من كافة النواحي، حيث يؤكد فيها المشاركون قوة المنافسة على تحقيق المراكز المتقدمة في السباق في ظل ما يتمتع به أفراد الفريق من قوة بدنية عالية تؤهلهم للمنافسة على اللقب ووسط استعداد عالي المستوى من قبل الجميع. وبيّن سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن مشاركة الفريق البحريني للترايثلون في بطولة بوست للسباحة هي بمثابة التجربة الحقيقية للتعرف على مستويات الفريق قبل الدخول في معترك البطولة الدولية للترايثلون، حيث كانت بطولة بوست المكان المناسب لمعرفة مدى جاهزية الفريق للبطولة وللتعرف على القدرات البدنية والفنية للاعبين. هذه اللي صباحهم تفاؤل وصباحهم طاقة إيجابية على قولتهم، موجودين في الساحات، موجودين معانا، يشاركون معانا كل الفعاليات الاجتماعية، وفعلا يعني يطبقون كل اللي احنا نعنيه من كلمة من يعني تنمية هذا المجتمع. تجربة جدا طيبة. أعتقد أنها بتكون جاهزة الآن سباحة للسباق القادم إن شاء الله. هذه أرقام بس تجريبية، مو بأرقام اللي معتمدة يعني للسباق. أرقامي التجريبية كانت زينة. ممتازة.